فيلمنا بيبدأ مع فيرو، رجل أعمال بيكون شخص وسيم وغني جدا، وبيبقى عايش حياة مرفهة وعنده طيارة خاصة بيه، وبيقضي أجازته في أماكن مختلفة في العالم كله، وبيبقى عنده أحدث أنواع العربيات، وبيرتبط بأجمل البنات في العالم. وبيكون فيرو بيدير مجموعة شركات والده في مدينة كاليفورنيا، بيرجع من أجازته وبيروح لشركته، وهناك بيقابل لورانس واللي بيكون المساعد بتاعه، وبيبقى مستنيه عشان ياخد قرار مهم متعلق بأسهم الشركة. وبتيجي لفيرو مكالمة مهمة، وبعدها بيطلب من لورانس إنه يبيع 5000 سهم من أسهم الشركة بسعر 60 مليون دولار. وبعدها بيفكروا لورانس باجتماع مهم، لكن فيرو بيطلب منه يحضر اجتماع بداله. وبيروح فيرو حفلة مع أصحابه، وهناك بيتعرف على بنت جميلة بسبب وسامته وجاذبيته، وبيتكلم مع أصحابه وبيكون مبسوط. لكن فجأة بتجيله مكالمة من والدته، واللي بتقوله فيها إن والده تعبان جدا وطالب إنه يشوفه. فبياخد فيرو طيارته الخاصة بسرعة وبيرجع لبلده الأصلية في إيطاليا. وفي الطريق بيفتكر فيرو ذكريات طفولته، وبيكون فيرو اتولد في إيطاليا لكن بعدها هاجر مع أسرته لأمريكا، وهناك بقى أشهر وأنجح رجال الأعمال في كاليفورنيا. وبيفتكر علاقته القوية مع والده والأوقات اللي كانوا بيقضوها مع بعض، وبيفتكر نصائح والده بأنه لازم دايما يكون متواضع ويعامل كل الناس باحترام، وده لأن المعاملة الكويسة أهم من الفلوس. وبيفتكر والده اللي كان دايما بيقوله أنه خايف عليه من الحياة المرفهة اللي هو عايشها، لأنها مش هتخليه يلاقي الحب الحقيقي، وده لأن كل اللي حواليه عارفين أنه غني، وبكده مش هيقدر يكتشف هل الناس اللي حواليه بيحبوه فعلا ولا بيحبوا ثروته وفلوسه بس. وبيوصل فيرو لمدينته في إيطاليا، وهناك بتستقبله والدته اللي بتكون حزينة جدا، وبتقوله وعينها كلها دموع أن والده ما قدموش وقت طويل، وأنه نفسه يشوف ابنه الوحيد قبل ما يموت. فبيدخل فيرو أوضة والده اللي بيكون نايم على السرير وباين عليه المرض الشديد، فبيميل فيرو ناحيته عشان يسمع اخر كلماته. وبيبقى والده عنده طلب اخير من ابنه قبل ما يموت، وبيكون الطلب ده هو اللي هيغير حياه فيرو للابد. وبيطلب الاب منه انه يبعد عن حياته كلها لمده شهر كامل من غير ما يستخدم اسمه ولا ثروته. وبيستغرب فيرو وما بيكونش فاهم السبب، وبيسال والده ليه عايزه يعمل كده، لكن والده ما بيجاوبوش، وبيطلب منه يوعده انه هينفذ اخر طلب ليه. فبيوعده فيرو وبيموت الاب في سلام. وبعد الجنازه بيتكلم فيرو مع لورانس وبيقوله انه هيختفي لمده 30 يوم، لكنه ما بيرضاش يقول له على اي تفاصيل، وبيحمله مسؤوليه الشركه وكل حاجه فيها. لكن لورانس بيكون خايف ان الشركه تتضرر بغياب فيرو وبموت والده، لكن فيرو بيقول انه واثق فيه وبيسيبه وبيمشي، وبيبدا رحلته في تنفيذ وصيه والده. وبعدها بيروح فيرو للسواق بتاعه وبيطلب منه يبدله بطاقات الهويه بتاعتهم مع بعض، وبيقرر فيرو يبدا رحلته من نيويورك، وبيسافر وهو معاه شنطه واحده بس صغيره، وما بيكونش معاه اي فلوس زي ما وعد والده. وبيوصل فيرو لمدينه نيويورك، وبيبدا اول خطوه في رحلته، وبيدور على شغل، وبيشوف مطعم بيتزا وبيطلب من المدير بتاعه وظيفه، بس المدير بيكون شخص وقح جدا وبيرفض يشغله. وبعد يوم طويل بيروح فيرو للبار بالليل، وما بيكونش عارف هو هيبات فين، وما بيكونش معاه فلوس وجعان جدا لدرجه انه بياكل الزيتون اللي بيكون مع المشروب. وبيكون في بنت جميله جدا قاعده جنبه وبتتكلم معاه بعد ما بتعجب بوسامته، فبيعرفها فيرو بنفسه على ان اسمه كلاود واللي بيكون اسم السواق بتاعه، وبيقول لها ان ما عندوش مكان يبات فيه. وبتفهم البنت الجميله انه فقير فما بيلفتش انتباهها وبتقوم تمشي. وبتبقى في بنت تانية شايفاهم، واول ما البنت الشقره بتقوم بتقعد البنت التانية مكانها، وبتقول لفيرو ان اسمها بيتا، وعلى الرغم من ان بيتا ما بتكونش جميله زي اللي قبلها الا انها بتكون لطيفه جدا مع فيرو. وبيتكلموا مع بعض وبيقولها فيرو انه ما عندوش مكان يبات فيه، فبتعرض عليه بيتا انه يبات عندها الليله في شقتها، وبيوافق فيرو جدا وهو مبسوط. وبيتمشوا مع بعض وبيوصلوا لبيت بيتا، وهناك بيدخل فيرو الشقه وبيلاقي بنت تانية نايمه على الكنبه، فبيسالها فيرو عنها، لكن بيتا ما بترضاش ترد وبتخليه يدخل اوضتها اللي هينام فيها. وبعد شويه بتدخل بيتا واللي بتكون لابسه لبس غريب وبتحاول تقرب من فيرو، لكن فيرو ما بيكونش عايز يقرب منها بالشكل ده، وده لانه عايز يدور على الحب الحقيقي. وبيضطر فيرو يكذب عليها وبيقول لها ان هو مثلي وانه بينجذب للرجاله مش الستات، فبتبعد بيتا عنه وبينامه. وبيصحى فيرو في نص الليل بسبب صوت بيتا المزعج، فبيقرر انه يخرج ينام بره، وبيشوف فيرو البنت اللي نايمه بره وبيفضل باصص لها وبيبقى اعجب بيها وببرائتها. وبتفوق البنت اللي نايمه وبتشوفه وهو باصص لها، فبتتخض جدا وبتصرخ باعلى صوت. فبتصحى بيتا من النوم وبتفكره بيحاول يتحرش بيها وبتطرده بره البيت. وبيمشي فيرو في الشارع وهو مش عارف هيبات فين، وفجأة بيوقفوا اتنين حرامية عايزين يسرقوا شنطته، لكن فيرو بيضربهم وبيطلع يجري، وبيفضل الحرامية يجري وراه لحد ما بيقدر يطلع على سلم الحريق اللي في ظهر بيت من البيوت. لكن صاحبة البيت بتشوفه وهو قاعد قدام شقتها وبتخاف جدا وبتفكره حرامي، وبتقرر انها تبلغ الشرطة. وبتيجي الشرطة تقبض على فيرو، وبيبقى فيرو بيحاول يبرر لهم اللي حصل وبيحكي لهم على الحرامية اللي كانوا يسرقوه، لكن الشرطة ما بتصدقوش وبيخلوه يبات في الحجز، وبيبقى فيرو على الأقل لها مكان يبات فيه. وفي تاني يوم بتقبض
الشرطة الحرمية وبتعرف ان فيرو كان بيقول الحقيقة وبتسيبه يمشي. وفي مكان تاني بيكون في بنت جميلة جدا ماشية في الشارع واللي بتبقى نفس البنت اللي كانت بايتة في شقة بيتا وبيكون اسمها ديان وبتبقى قلقانة جدا وحاسة ان في حد ماشي وراها بيراقبها وبتفتكر ذكريات مشوشة عن اليوم اللي بتدخل فيه شقة شخص غريب وبيبان انها تعرفه لكنه بيعتدي عليها وبيغتصبها وبسبب كده بتبقى دايما متوترة وحاسة بعدم الامان لحد ما بتوصل لبيت والدتها اللي اول ما بتشوفها بتحضنها وهي متأثرة وبتحس براحة وهي بتقفل الباب وبتشوفها والدتها اللي بتكون متأثرة جدا عشان بنتها اللي دايما عايشة في خوف وقلق وبتقترح عليها انها ترتبط بشخص يحبها بجد ويحميها لكن ديان بتكون معقدة جدا بسبب الحادثة اللي حصلت لها وبترفض. وبنرجع لفيرو اللي بيقضي يوم تاني صعب وما بيكونش لاقي اي شغل وبتبقى الفلوس اللي معاه قليلة جدا ما بتكفيش حتى انه يشتري حلويات من الماركت بس البياع بيكون شخص طيب جدا وبيصعب عليه حالة فيرو وبيقرر يديه سندوتشات ببلاش وبيمشي فيرو في الشوارع وهو مش عارف المفروض يروح فين وفجأة بتخبطه عربية نقل لكن فيرو ما بيحصلوش حاجة وبينزل السواق يعتذر له وبيسأله ازاي ممكن يساعده فبيقوله فيرو انه بيدور على فرصة شغل فبيقوله السواق ان في حد من العملاء بتوعه بيدور على سواق فبيوافق فيرو بسرعة وبيروح مع السواق لبيت العميل بتاعه واللي بيكون اسمه كورتيس وبيكون شخص غني جدا وعنده شركة عقارات لكنه بيكون شخص عصبي جدا وقليل الذوق وما عندوش اخلاق وبيبقى بيتعامل مع الموظفين بتوعه باستحقار وتكبر وبيبقى بيتخانق مع كل الناس وبيستنى فيرو يخلص خناقته وبيعرفه بنفسه فبيتعامل مع كورتيس بنفس قلة الذوق وبيقوله انه مش هيبقى سواق بس هو كمان هيعمل حاجات جانبية في البيت وبيبقى فيرو محتاج الشغل وبيضطر يوافق. بتيجي مرات كورتيس وبتقول لجوزها انهم محتاجين جرسون عشان الحفلة اللي هيعملوها بالليل فبيعينوا فيرو كجرسون وبيبقى اول مرة فيرو يقدم فيها الاكل والمشروبات للمعزيم وبعدها بيقول لكورتيس يوصل واحد من المعزومين عنده لبيته وبيبقى فيرو مرهق جدا وتعبان وده لانه ما بيكونش متعود على النوع ده من الشغل وبيحس قد ايه الموظفين اللي عنده بيتعبوا عشان الفلوس فبيتصل بلورنس وبيطلب منه يصرف مكافأة قيمتها $5,000 لكل موظف في الشركة وبيرجع فيرو اوضته الخاصة في بيت كورتيس واللي هيبات فيها وفجأة بتدخل عليه بنت كورتيس وبيكون اسمها نانسي وبتبقى بتحاول تغريه عشان تقرب منه لكنه بيبعد عنها وفجأة بيخبط الباب تاني وبيبقى كورتيس نفسه فبتستخبى نانسي بسرعة في الدولاب وبيبقى كورتيس كمان بيحاول يقرب من فيرو فبيتخض فيرو جدا وبيفكر ازاي ممكن يخرج من الموقف اللي هو فيه مع مديره فبيقول هو بيمثل انه حزين ان عنده مرض معدي فبيبعد كورتيس عنه وبيسيبه وبيمشي وبعدها بتخرج نانسي وبتبقى متضايقه منه جدا لانه بيبعدها عنه وبتقوله انها اتخليه يدفع الثمن وبينام فيرو اخيرا بهدوء. وفي تاني يوم بيوصل فيرو كورتيس لشركته وهناك بيشوف ديانو اللي بتكون موظفه في الشركه وبيفرح جدا اول ما بيشوفها على عكس ديان اللي بتبقى بتبعد عنه. وبعد 3 ايام بيبعت فيرو ورد لديان لكنه بيقرر ما يكتبش اسمه عليه. وفي يوم بيطلب كورتيس من ديان تجيب له شنطته اللي بيبقى نسيها في الشركه وبتضايق ديان جدا وبتضطر انها تاخد تاكسي. وفي الطريق بتكلم نفسها وهي متضايقه وبتقول انها عندها جنازه وان كورتيس مش فارق معاه انها متاخره. وبتوصل ديان لبيت كورتيس وبتدي له شنطته وهناك بيأمر كورتيس فيرو انه يوصل ديان للمكان اللي هي عايزاه. وفي العربيه بيتعرف فيرو وديان على بعض من اول وجديد وبيعتذر لها على الليله اللي اتخضت فيها بسببه في بيت بيتا وبيعترف لها ان هو اللي جاب لها الورد وبيعرف انها رايحه جنازه فبيطلب منها يحضر معاها. وفي الكنيسه بيبقى الكاهن بيعمل مراسم الجنازه وبيقول الخطبه بتاعته وبيبقى كلامه مضحك جدا وبيبص فيرو وديان لبعض وهم هيموتوا من الضحك وبيقربوا من بعض. وبعدها بيشربوا قهوة وبيتعرفوا على بعض اكتر وبتقوله ديان انهم مش قاعدين في معاد اتنين مرتبطين وعلى الرغم من كده بتعترف له انها مستريحة له جدا وبتبقى مش مصدقة ان بعد اللي حصل لها ممكن ترتاح لاي راجل. وبتحكي ديان عن جوزها اللي اتقتل في الحرب وبيفضلوا يتكلموا مع بعض عن نفسهم وحياتهم وبتقوله ديان انها بتدور على شغل تاني لانها تعبت من معاملة كورتيس ليها والباقي الموظفين. وبعدها بيوصلها فيرو للبيت واللي بتكون عايشة فيه مع والدها ووالدتها وبيقربوا من بعض اكتر وفيرو بيبوسها وبيتفقوا انهم هيتقابلوا تاني في يوم اجازة فيرو. وبيبقى والد ووالدة ديان بيبص عليهم من الشباك وهم مبسوطين. وبعد يومين من اجازة ديان بيستدعيها كورتيس من اجازتها وبيقول لها تدور على شقة بمواصفات معينة وبتبقى ديان متضايقة جدا فبيقرر فيرو انه يروح معاه عشان يخفف عنها. وبعدها بيرجعوا الشركة وهناك بتبقى نانسي عايزه تنتقم من رفض فيرو ليها فبتشتكي لوالدها وبتقول ان فيرو حاول يدخل معاها في علاقه وكان بيتحرش بيها وبيحاول فيرو ينفي كلامها لكن كورتيس بيزعق له وبيتكلم معاها بطريقه وقحه جدا وبيرفضه. وبتبقى ديان متعصبه فبتزعق لكورتيس وبتساله عن السبب اللي بيخليه وقح مع كل الناس اللي حواليه وبتقرر تستقيل. وبيخرج فيرو وديان مع بعض من الشركه وبيحكي لها فيرو عن حقيقه اللي حصل مع نانسي فبتساله ديان عن المكان اللي عايش فيه دلوقتي فبيقول لها انه ما عندوش مكان لكنه بيبقى قبض مرتبه وما عندوش مشكله فبتقرر ديان انها
هتعزمه على العشاء في بيت والدها ووالدتها. وهناك بيوصل فيرو في ميعاد العشاء وبيتعرف على والد ووالدة ديان، بيقول لهم ان اسمه كلاود، وبيبقى اهل ديان عايزين يطمنوا على مستقبل بنتهم مع الشخص اللي ممكن ترتبط بيه، وبيفضلوا يسالوه عن شغله وحياته واهله، لكنهم بيحسوا ان مستقبله مش مضمون، وبيتضايقوا اكتر لما بيعرفوا انه اتفصل من الشغل وانه كان السبب في كمان في ان ديان تستقل من شغلها. بس ديان بتحاول تهدي الموقف وبيكملوا عشاء. وبعدها بتخرج ديان مع فيرو برا البيت، وبيتكلم اهل ديان مع بعض وبيقولوا انه شخص عنده اخلاق ومؤدب، لكنه باين انه ما اكلش من شهر. وبيتمشى فيرو وديان وهما بياكلوا ايس كريم وبيتكلموا مع بعض، وبتصرحوا ديان انها مش حابه تفضل عايشه مع والدها ووالدتها لكنها مضطره، وبتقوله انها هتحكي له السبب بعدين. وبعدها بيروح فيرو البيت كورتس عشان ياخد حاجته، وبتستناه ديان وهي بتكلم بيتا وبتحكي لها انها ارتبطت بكلاود، وبيكون قصدها على فيرو واللي ما تعرفش اسمه الحقيقي لحد دلوقتي. وبيخلص فيرو وبينزل لديان وبيقترح عليها انهم يدوروا على شغل تاني مع بعض، بس ديان بيكون عندها حل تاني وبتعرض عليه انه يكون شريكها في وكاله عقاريه هتعملها بنفسها، وبتقوله انها محوشه مبلغ كبير هتبدا بيه شغلها. وبيستغرب فيرو ان ديان ممكن تكون واثقه فيه لدرجه انها تخاطر بكل فلوسها معاه، فبيقرر انه يساعدها. ولان فيرو رجل اعمال ذكي وعنده خبره كبيره، بيقترح عليها افكار ذكيه جدا تقدر تبدا بيها شغلها، وبتعجب ديان بافكاره جدا وبتحس انها وثقت في الشخص الصح، وبيكونوا مبسوطين جدا وبيحتفلوا مع بعض بشركتهم الجديده، وبيبقوا بيدوروا على اسم مناسب لشركتهم. وبعدها بيرقصوا وبيغنوا وبيقضوا وقت لطيف مع بعض، وبيبقى فيرو اجر اوضه من مرتبه، وبيروح هو وديان مع بعض، وبيقرب فيرو من ديان لكنها بتخاف جدا وبتبعد عنه، فبيسالها عن سبب خوفها، وبتكون ديان رافضه تحكي اي حاجه، لكن فيرو بيطلب منها انها تثق فيه، فبتقرر ديان تحكي له قصتها، وبتقول ان بعد وفاه جوزها كان نفسها تعرف هو قال ايه قبل ما يموت. وساعتها كلمت صديقه اللي كان معاه في الحرب، واتفقوا انهم هيتقابلوا في بيته عشان يحكي لها على كل حاجه. وبعد ما ديان وصلت لبيت صديق جوزها، اكتشفت انه شخص كذاب واعتدى عليها واغتصبها، وبتنهار ديان وهي بتفتكر كل لحظه مؤلمه عدت بيها مع صديق جوزها، وبيتاثر فيرو جدا وبيحضنها وبيحاول يواسيها. وبعد فتره بتقدر ديان بمساعده نصائح فيرو تفتح شركتها الخاصه، وبتنجح وبتكون مبسوطه جدا، لكن فيرو بيقول لها انه مضطر يرجع كاليفورنيا قريب، وبتتضايق ديان جدا من الخبر. وبعدها بتيجي مكالمه لفيرو من لورنس، واللي بيقول له ان شركته في خطر ولازم يحضر في اسرع وقت، فبيضطر فيرو يسافر بسرعه، وبيوصل على اخر لحظه وبيقدر يغلب المنافسين بتوعه في مزاد اسهم شركته، وبيقدر ينقذ الشركه وبيسيطر عليها من تاني. وبعدها بيرجع من تاني لنيويورك، وبيقابل ديان اللي بتكون مستنياه، وفجاه بيشوف واحده من الموظفين في شركه كورتس واللي بتتعامل معاه كانها تعرفه بتبوسه، فبتتعصب ديان جدا وبتتخانق معاه وبيسيبوا بعض. وبيخلص الشهر وبينجح فيرو في تنفيذ وصيه والده، وبيضطر انه يرجع لكاليفورنيا وما بيكونش قدامه فرصه عشان يتكلم مع ديان. وبعد كام يوم بيقرر فيرو ان ما ينفعش علاقته بديان تنتهي بالشكل ده، فبيقرر يرجع نيويورك ويدافع عن حبه، وبيوصل فيرو لبيت اهلها وبيعترف لها بحبه وانه مش هيقدر يعيش من غيرها، وبيطلب منها تسافر معاه لكاليفورنيا، وبتوافق ديان وبيرجعوا لبعض. وهناك بيعترف لها فيرو بكل حاجه وبيحكي لها عن ثروته واسمه الحقيقي، وبتتصدم ديان لما بتشوف القصر اللي هو عايش فيه، وبتلاقي شخص طيب جدا وبيعامل الموظفين بتوعه بلطف وتواضع. وبتقول ديان لفيرو انها تدور على شغل جديد، لكن فيرو بيقول لها ان عنده فكره احسن، وبيعرض عليها تشاركه كل حاجه بيمتلكها زي ما هي شركته كل حاجه بتمتلكها، على الرغم من انه ما كانش معاه اي حاجه، وبيقول لها انه اول مره يعرف معنى الحب الحقيقي، وبيطلب منها الجواز. وبتفرح ديان جدا وبتوافق، وبيعمل فيرو فرح كبير جدا وبيعزم فيه كل الناس اللي قابلهم في رحلته. الفيديو ده كتبته مريم ابراهيم وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.